شوف السلام عليكم خويا عواش المباركة راك السلام ما شاء الله راك خارج الوليدات طوال العمر ما عرفتش واش دوز اليوم العيد يعني العيد الفطر كتشوف شنو الوليدات خارج يعني اه واشنو هذه المناسبة ديال العواشر ديالنا العيد الصغير عيد الفطر ديالنا ضروري غادي نفرحوا به ونفرحوا بالوليدات ديالنا وكما شتي كاع الوليدات ناشطين الحمد لله عواشكم مبروكة ودخل اليوم العواش البيبليك كلشي كاع المغرب ان شاء الله وعواشر مبروكة ودخل عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله وبطوالة العمر الله يسهل على الجميع امين الله يخليك يا مبارك العزيز عواش مبارك العزيز اذا متابعي الكرام متابعي الشتيفي يعني كما كتشوفوا اجواء العيد الفطر يعني كما كتشوفوا كله يعني كيفاش يعني كيحاول يعني باش يدوز العيد كاين اللي كيتعد الاهل ديالو كاين اللي يعني كيجي يعني لهذا الفضاء لوليدات الالعاب يعني باش يستمتع الوليدات ديالو باش يلعبوا باش ينشطوا شويه هذه هي اجواء عيد الفطر ادوي بابا إذن أجواء جميلة من مدينة تمارا بالضبط ساحة مولاي رشيد اللي كتعرف يعني واحد الإقبال يعني ديال الناس اللي كيجيو يزوروا هذا الساحة اللي فيها الفضاء الوليدات عمر كيجيو يزوروا هذا الفضاء الوليدات ديالهم الفضاء المتنفس الوحيد للوليدات يعني ها واخا يكون معاك الدرا على نبو مسير اذا جميع انواع الالعاب للوليدات الصغار كما كنشوفوا ترامبولين الفالادور مرجحة يعني الصياطة سير تلعبوا وليدات سير تلعبوا عمك شوف زيادة عمي شفتي عمي زيادة شوف فيلم كثير فيلم عندي فيلم ونجيبو كثير مع فيلم اذا متابعي الكرام شوف تي في كما كتشوفوا كنتواجدوا بساحه مولاي رشيد المتنفس الوحيد للوليدات الصغار يعني ما كاينش شي متنفس الوليدات الا كنشوفوا هذا هو المتنفس الوحيد للوليدات الصغار بساحه مولاي رشيد بالضبط مدينه تماره
السلام عليكم خويا عوش مبارك الله يحفظك. قول لك كيفاش دوز اليوم العيد مع الوليدات؟ الله يسهل. إذا أجواء رائعة من مدينة تمارك كما كتشوفوا، جميع أنواع ألعاب ساحة مولاي رشيد، عندنا البلاطوط مرجيحة، ألعاب أميرة، أجواء جديدة رائعة من مدينة تمارين يعني كما كنشوفوا جميع أنواع الوجوه والوليدات الصغار يعني متنفسة الوليدات. هذا العيد المبارك يعني كيجيو اليوم ديال الوليدات الصغار اللي كيكون فرحان يعني بعد ما كيشوف الملابس ولا كيجيو باش يقضي الاوقات ديالهم يعني في هذا الفضاء الجميل، هذا الفضاء اللي كيتواجد في مدينه تمارا. صافي هو بيعترف أجواء رائعة من ساحة مولاي رشيد يعني كما كتشوفوا جميع ألعاب الوليدات الصغار يعني كما كتعرف مدينة تمارك رياض الفضاءات الوليدات الصغار يعني اللي كيجي يعني الوليدات باش يلعبوا يحتاجوا يعني خصوصا في هذا العيد يعني في هذا العيد اللي كنعرفوا يعني الوليدات يكونوا فرحانين بالملابس العيد وكذلك يعني تيجيو يقضيوا الاوقات ديالهم يعني في هذا الفضاء الجميل بمدينه تمارا. يعني عيد مبارك سعيد للجميع المغاربه داخل خارج الوطن الا كنشوفوا كما كتلاحظوا معنا الوليدات الصغار في هذا الفضاء الجميل بمدينه تمارا. إذا المتابعين الكرام تشوفوا فيديو من قناة نقوم تنشوفوا في رعاية الله إلى بث مباشر آخر.